أهلا بكم في بلا قيود. ضيفتنا اليوم ناشطة سياسية وحقوقية مصرية نشأت في أسرة تهتم بالشأن العام والعمل السياسي. شاركت في ثورة يناير في مصر عام 2011، كما برز اسمها في الحملات المناهضة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. أسأل منى سيف الناشطة السياسية والحقوقية المصرية عن جدوى اللجوء إلى الخارج كوسيلة ضغط على السلطات المصرية للإفراج عن معتقلين، وعن رؤيتها للواقع السياسي في مصر في ظل الإعلان عن حوار وطني والإفراج عن عشرات المسجونين. منى سيف الناشطة السياسية والحقوقية المصرية، أهلا بك في بلا قيود. نريد أن نبدأ بحالة علاء عبد الفتاح اليوم، طبعا حالة أخيك علاء، بعد أكثر من 100 يوم عن الإضراب عن الطعام. علاء زي ما حضرتك قلتي مضرب عن الطعام من 2 ابريل، عدى 100 يوم، ما عندناش اخبار كثيره عنه لانه اخر زياره كانت في 12 يونيو، بس ماما زارته اول يوم العيد زياره سريعه، وكان الوضع بشكل عام محبط في السجن اساسا لانه ناس كتير كانوا متوقعين من الموجودين في السجن ان هم هيخرجوا بالوعود بتاعه العفو الرئاسي عن السجناء، وبالتالي كانوا منتظرين العيد بفارغ الصبر، وبعدين لما جه العيد ومحدش خرج ففي اجواء محبطه بشكل عام في السجون. لكن الحاله الصحيه تحديدا بعد 100 يوم احنا ما عندناش معلومات محدده عن حالته الصحيه، لانه للاسف اداره السجن مش معترفه باضرابه عن الطعام، وبالتالي ما بتعملوش اي تحاليل طبيه، فاحنا بنعتمد على رؤيتنا ليه يعني. فهو فقد كتير من الوزن بس لسه في حاله ذهنيه حاضره وجسمانيه متعامله. هو غير طريقة إضرابه عن الطعام من بعد ما اتنقل لسجن وادي النطرون، فبقى بياخد في حدود 100-150 كالوري في اليوم، اللي هو حاجة محدودة جدا بس بتخليه يقدر يحافظ على الإضراب فترة أطول. طيب، وكما ذكرتي انه الداخليه المصريه ترفض اصلا يعني وتنفي فكره انه مضرب عن الطعام، ويقول بيان للداخليه انه قدم للنيابه العامه ما يثبت انه غير مضرب عن الطعام، وانه لم يكن محروما من الكتب في الوقت الذي قلتم فيه ذلك. بيان الداخليه الاخير لما طلع فعلا قال كده، اولا اتكلم على موضوع الكتب بعد ما تم نقل علاء من سجن جديد الحراسه 2 لوادي النطرون، ولما اتنقل علاء اتيحت له الكتب فعلا. علاء محروم من الكتب من سبتمبر 2019 لما اتنقل في شهر مايو اللي فات لسجن وادي النطرون. واحده من الحاجات حاجتين الاساسيتين اللي اتغيروا في ظروفه انه اتيحت له الكتب لاول مره منذ اكتر من سنتين واكتر، وانه نام على مرتبه. فدول حاجتين اساسيتين اتغيروا، اول ما اتغيروا احنا اعلنا عنهم كعيله. بالنسبه للاضراب يعني هناك تحسن في هناك ظروفه. تحسن طفيف جدا في رايي، لانه حتى بالتحسن اللي حاصل علاء ما لم يحصل على حقوقه المنصوص عليها في لائحه السجون وقوانين المنظمه للسجون المصريه الاساسيه. فالكتب ما كانش المفروض نبقى بنسعى سنتين وي عشان ياخدها. التريض ان هو اخيرا ابتدى يخرج تريض، بس بيخرج نص ساعه بس، دي حاجه كان محروم منها بقى له فوق السنتين. الراديو، الجرايد، علاء ومساجين كتير جدا في السجون المصريه محرومين من حقوق اساسيه منصوص عليها في لائحه السجون وفي القانون المنظم للسجون المصريه، وكل المطلوب هو تقديم الحقوق الاساسيه لكل المساجين بلا اي تمييز. طب وهو ما يقودني للسؤال، هدف الاضراب عن الطعام كما فهمنا في حاله علاء هو يعني يريد ان يتولى قاضي مستقل التحقيق في الانتهاكات بين هلالين كما يصفه انه يتعرض لها، وايضا يريد زيارات منتظمه من القنصليه البريطانية. يعني لماذا أنه الهدف ليس أكبر وهو الإفراج عنه؟ لأنه علاء مقتنع أنه مش هيخرج من السجن، دي قناعة شخصية عنده، والحاجة اللي دفعته للإضراب عن الطعام هو أنه كان منتظر أنه يتم أي تحقيق جاد من الجهات القضائية المصرية ومن القنصلية البريطانية باعتباره عنده الجنسية الإنجليزية دلوقتي بخصوص الانتهاكات اللي تعرض لها من أول ليلة وصوله في سبتمبر 2019 السجن وتعرض للتعذيب، مرورا بانتهاكات كثيره استمرت على مدار اكثر من سنتين، قدمنا بيها كلها بلاغات للنائب العام مستشار حماده الصاوي، وللاسف ما حصلش اي تحرك جد خالص في اي من البلاغات دي. وهو
مصدق ومقتنع وعنده قناعة مبنية على ملاحظات إن هو علاء في الآخر قضى حكم كامل بخمس سنين، خرج في مارس 2019 وبعدها بست شهور أعيد حبسه تاني، وإحنا في الدوامة اللي فيها دي من ساعتها. في قضية مختلفة. يعني خمس سنوات للقضية الجديدة. الخمس سنوات اللي قبل كده كانت اتهام بأن هو مسؤول عن تنظيم مظاهرة بدون تصريح، قضى عليها خمس سنين وطلع وكان عليه مراقبة وكان بيقضي مراقبة في الاسم، كان بيجبر إنه يبات في الاسم رغم إن ده مخالف للقانون كل ليلة، ورغم ده ما كانش كفاية ليهم وعلاء اتاخد تاني واتحبس سبتمبر 2019 واتحط في ظروف أسوأ بكتير من قبل كده. لأن لا أنا أقصد إن الخمس سنوات سجن الحكم الأخير هو في قضية منفصلة تماما، في قضية جديدة على السجن. ديسمبر اللي فات اتحكم عليه بخمس سنين سجن قدام محكمة أمن دولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة، هي أساسا بالتحديد لأنه أعاد مشاركة بوست على الفيسبوك مش هو اللي كاتبه، ناس كتير قعدوا مشاركته، عن وقائع او عن شهاده بتحكي عن موت سجين سياسي في سجن جديد الحراسه 2 فطورة. طيب اذا هو مضرب لتحسين ظروف اعتقاله؟ لا هو مش مضرب لتحسين ظروف اعتقاله. علاء مضرب عن الطعام المره دي لانه عايز نهايه ل العلاقة الدائمة المفروضة عليه بالسجون المصرية من 2013 من ساعة تولي عبد الفتاح السيسي الحكم. فهو مضرب لأنه عايز نهاية. النهاية دي إما بأنه جهات قضائية تلتفت للوضع اللي فيه انتهاكات صارخة هو متعرض لها وحرمان من حقوق أساسية جدا بما فيها أنه تحاكم محاكمة أمام محكمة طوارئ وبالتالي غير قابل للنقد، وأنه كمان هو ما كانش عندنا نسخة من الملف فإحنا كنا مجبرين نتعامل مع محكمة بدون اي معطيات حقيقيه لاقامه الدفاع، بالاضافه لانه انا مش عارفه حضرتك عارفه ولا لا، الحكم بتاع القضيه اتحجزت الحكم بدون مرافعات لا نيابه ولا دفاع، فما فيش محاكمه، علاء ما تعرضش لاي محاكمه حقيقيه. فعلاء بدا اضراب عن الطعام اول يوم رمضان في 2 ابريل لانه عايز نهايه للرحله دي، سواء النهايه دي بانه الجهات المسؤوله عن وقف الاهدار التام لحقوقه تتدخل، أو بأنه للأسف يعني حياته تنتهي، لكن هو مش قادر يتصور أنه بيصمد سنة كمان في سجن. ولكن أنتم تتحركون في مسار مختلف، يعني أنت تحدثتي عن احتمالية عفو رئاسي، يعني ما هي السيناريوهات المحتملة حتى ولو نظريا؟ سيناريو العفو الرئاسي، سيناريو التخلي عن الجنسية المصرية والخروج باعتباره فقط مواطن بريطاني. دي سيناريوهين المتاحين دلوقتي اللي هما سيناريوهات فيها حلول سياسية وقانونية متاحة عن طريق القانون المصري. إما أنه يبقى من ضمن الناس اللي هيصدر لهم عفو رئاسي ودي حاجة بإيد الرئيس تماما يعني، أو أنه وده حصل مع نشطاء قبل كده معتقلين سياسيين مزدوجي الجنسية، أنه في قانون صدر في مصر في 2014 بيتيح لمزدوجي الجنسية أن هم يتنازلوا عن جنسيتهم ويتم تسليمهم للحكومة التانية المسؤولة عنهم وبالتالي يبقى ده الحل. فأيا كان الحل، أنا الحل اللي أنا عايزاه أنا كأخت عايزة علاء يبقى بره السجن وينتهي علاقته بالسجون أيا كان طريقة إخراج ده وتنفيذه، دي حاجة ترجع للحكومات وترجع أساسا للحكومة المصرية إيه اللي هي شايفاه أفضل وأريح لها لحل الأزمة بتاعت علاء. والآن أيضا للحكومة البريطانية يعود الأمر، ما الذي أنجزته؟ يعني أنت موجودة هنا، التقيتي بأعضاء برلمان؟ أنا قابلت فعلا أعضاء برلمان، أنا موجودة أنا دلوقتي عايشة ما بين لندن والقاهرة. نقلنا الحملة أساسا تبقى مركزة على لندن باعتبار أنه علاء في حكومتين مسؤولين عن ظروفه وعن حماية حقوقه وحماية حياته، في حكومة للأسف اللي هي الحكومة المصرية حاولنا في كل المسارات القانونية المتاحة وتجاهلت كل يعني مساعينا، وفي الحكومة الثانية اللي هي الحكومة البريطانية. فإحنا دلوقتي أملنا أن هم من خلال علاقتهم الدبلوماسية، خاصة أنه بريطانيا ومصر دول حليفة بينهم علاقات ومصالح متعددة مشتركة بالذات في الوقت ده دلوقتي، وإنجلترا بتسلم الإدارة بتاعة قمة المناخ اللي هتعقد في مصر في نوفمبر الجاي اللي هي كوب 27، ففي لقاءات متعددة ما بين حكومتين، فإحنا مركزين الحملة هنا. قابلت أعضاء برلمان هنا. تلقيتم وعوداً؟ أخذنا وعود أنه حياة علاء وقضية علاء أولوية
حقيقية للحكومة البريطانية. ووزيرة الخارجية البريطانية ليستراس قابلت وزير الخارجية المصري سامح شكري، وعرفنا أنه في الاجتماع اتكلمت بشكل واضح عن أن هي عايزة علاء يخرج، يتم حل مشكلته وإخلاء سبيله، وعايزة كخطوة تجاه إخلاء سبيله زيارة القنصلية اللي هي زيارة حقنا بالقانون وممنوعة من شهر ديسمبر اللي فات. هل تعلمون الرد المصري؟ مش بالظبط. احنا عارفين انه للاسف جانب الحكومه المصريه مش بيدي ردود واضحه، بمعنى ان هو مش بيقول رفض قاطع للزياره القنصليه، لكنه طول الوقت بيحط معوقات تاخر حصول علاء على اي حاجه من حقوقه. ودي حاجه مخصصه جدا لعلاء، لان احنا عندنا تجربه لسه حاصله السنه اللي فاتت. سناء اختي الصغيره كانت في السجن لما خلصنا الورق بتاع الجنسيه بتاعتها بتاع الباسبور، وبعد تحصلها على بعد ما خلصنا الورق بتاعها جالها زياره القنصليه في خلال 3 أسابيع. علاء ورقه كله خلصان من شهر ديسمبر، ولحد دلوقتي زياره القنصليه ممنوعه عنه. طيب انا اريد ان اسال عن بعض الاشياء فيما يخص الحصول على الجنسيه البريطانيه، لان هناك علامه استفهام، يعني كيف حصلتم عليها؟ هل كانت هناك اسباب سياسيه دفعت الحكومه البريطانيه الى تسهيل الاجراءات؟ ولماذا الان؟ لانه يعني قرات انه كان من حقكم من البدايه. احنا ده حقيقي، والدتنا ماما مولوده في لندن وعندها جنسيه انجليزيه وعندها باسبور انجليزي من زمان، ودي حاجه احنا يعني بنهرج عليها من زمان كعيله. لكن كان عندنا معلومات قانونيه غلط على انه عشان نستحق الجنسيه هيتطلب مننا ان احنا ننتقل ونقعد في لندن فتره، واجراءات كتيره جدا، فكانت دايما حاجه موجوده بس مش مركزين عليها. لما اعيد اعتقال علاء في 2019 وبقى واضح لينا جدا انه طول ما النظام المصري الحالي قائم، وهو قائم ومستقر، علاقة أسرتنا وعلاقة علاء بالذات بالسجون مش هتنتهي، ابتدينا نفكر في كل المسارات المختلفة اللي ممكن تبان مستحيلة أو غريبة. ووصلنا فعلا لاستشارة قانونية ومحامين يعني متخصصين في إنجلترا، واكتشفنا وقتها أنه حقنا في الجنسية، احنا 3 إخوات، مباشر جدا، وانها محتاجه بس اجراءات قانونيه لاثبات ان احنا اولاد ليلى سويف اللي هي مولوده في انجلترا. انا استمعت الى تصريح لك منى تقولين انه انتم ابلغتم الجهات البريطانيه بوضوح انكم على استعداد للتخلي عن الجنسيه المصريه اذا كانت تشكل عائقا امام الجهود البريطانيه للافراج عن علاء. علاء. عن علاء. مش احنا، يعني قصدي انه علاء لو مضطر لان هو السجين. مفهوم. طيب يعني هذا يثير علامات استفهام، لانه يعني في مصر مجرد الحصول على جواز سفر اخر احيانا يعني ياتي مصاحبا باتهامات بالتخوين وبالتآمر وبالاستقواء بالخارج. اولا احنا بنتهم بالاتهامات بالتخوين والعماله والاستقواء بالخارج بقالنا سنين، من قبل حتى حكومة عبد الفتاح السيسي ما تبقى موجودة، وده ما غيرش من حقيقة أن أنا علاء في السجن بشكل شبه دائم من كل الأنظمة اللي حكمت مصر، ولا أن أختي سناء الصغيرة اتحبست 3 مرات أثناء حكم عبد الفتاح السيسي. فقصدي ما فيش أي حاجة من الحاجات دي، لو افترضنا أنه دي امتيازات عندنا، ما فيش أي حاجة من الحاجات دي حامتنا من الانتهاكات ولا الاعتقالات ولا الظلم المستمر. الحاجة الثانية أنه دي حاجة شخصية جدا، أنا بعتبر أنه الكلام على الاستقواء بالخارج في ملفات حقوقية كلام مش في محله. الملفات الحقوقية هي بطبعها ملفات دولية، وهي مسؤولية مشتركة ما بين الشعوب والحكومات، ودي حاجة العالم المتحضر اتفق عليها. في سبب أن احنا بنحاول نضغط على الانتهاكات اللي بيقوم بها جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، في سبب أنه دلوقتي العالم كله متكاتف عشان يدعم أوكرانيا في الحرب اللي حاصلة عليها. الانتهاكات بحق البني ادمين وانتهاكات حقوق الانسان ملف، يعني ملف شامل المفروض كل الدول بتتشارك فيه، والمفروض كل الدول عليها مسؤوليه ان هي تجبر الدول الاخرى على الالتزام. ولكن الا يستعدي هذا شرائح من الراي العام المصري ضد قضيه علاء عبد الفتاح؟ ممكن يبقى هيستعدي شرائح منهم، بس الحقيقه هو انه الحاجه ده يخلي الناس مش فاهمين الوضع اللي علاء فيه. علاء في السجن بشكل شبه دائم من 2013، عنده ابن اسمه خالد تم 10 سنين في شهر ديسمبر اللي فات محروم من باباه طول الفتره دي، ومن 2019 وهو في ظروف سجن فيها تصعيد من العنف غير مسبوق معاه ومعانا، انا ومامتي واختي اتضربنا قدام طره، تم التعدي علينا بالضرب، وما رحنا للنائب العام نشتكي تجاهلونا وسمحوا لاختي انها تتخطف من على باب مكتب النائب العام وتتحبس. فاحنا بنتعامل مع مستوى من
العنف والانتهاكات لحقوقنا كعيلة أكبر من أي حاجة تانية. بالتالي محتاجة بس أقول حاجة، وبالتالي علاء الغلط على الحكومة أو على النظام المصري اللي مخلي الاختيار الوحيد اللي متاح لحد زي علاء هو أنه يتنازل عن الجنسية المصرية في سبيل التأديب. تعتبري أنكم مجبرون يعني بشكل أنا معتبرة أن احنا مجبرين، بس معتبرة أن احنا محظوظين لأنه في الآخر صدفة قدرية اتاحت لنا ان احنا يبقى عندنا جنسيه. طيب، في غير علاء ما عندوش. ولكن تتحدثين عن المضايقات التي تتعرض لها الاسره، انا ما فهمت انك يعني بشكل شخصي مثلا تدخلين وتخرجين من البلد عادي. ده حقيقي. انا بسافر ما بتعرضش لاي مضايقات في المطار، واتمنى ده ما يتغيرش. احنا التعامل معانا كاسره مربك حبه، في حاجات بتحسي انه في تعامل حذر معانا فيها، وفي حاجات تانية بتحسي انه في فجاجه في الانتهاكات. ما اقدرش افسر ده، لكن مثلا اقدر يعني انا ما بيتغلسش عليا في السفر، ده حقيقي خالص. لكن اقدر اكد انه انا مقدمه من 2000 من اكتوبر 2019 لحد دلوقتي فوق ال 10 بلاغات للنائب العام، ما حصلش فيها اي تحرك جاد لحد دلوقتي. طيب، في اللقاء بين ليستراس وسامح شكري الذي اشرت اليه، منى، كانت هناك طبعا حافله تجوب شوارع لندن وبالقرب من السفارة المصرية عليها هاشتاج فري علاء وصور لعلاء، ويعني محاولة للتوعية بخصوص حالة علاء عبد الفتاح. أيضا نلاحظ يعني أنه بتحدثي عن محامين إنجليز مثلا، هل من مصدر تمويل لكل هذه النفقات؟ أوكي. حملة علاء بشكل كامل هي حملة عائلة وأصدقاء، ودي حاجة من اليوم الأول، وحاجة مهمة لأنها اعتقد انه مش ناس كتير بيدركوا، الا لو حد يعني لو انت مش اسر معتقلين صعب قوي تدركي قد ايه النفقات عشان حد مسجون وعشان حمله وعشان متابعه اجراءات وعشان كل حاجه، حاجه مكلفه جدا. فعلاء ده جهد جماعي، جهد جماعي فعلا، بمعنى انه كل عيلتنا مشاركين فيه، كل اصدقائنا مشاركين فيه، سواء مشاركين بان هم بيساعدونا في شراء مستلزمات علاء، او في الاكل، او في لما كان بياكل قبل ما يضرب عن الطعام، او في الادويه، او حتى بتخصيص وقت ليهم. احنا دلوقتي الحمله قايمه على انه انا سبت شغلي وقاعده مركزه مع عيلتي هنا، اصدقائي متطوعين بوقتهم. يعني انت ليس لك مصدر دخل لحد في اللحظه دي؟ لا. طيب، كان عندي مصدر دخل لحد من شهرين. السؤال، كان عندي مصدر دخل لحد من شهرين لان انا كنت بشتغل، لكن في اللحظه دي ما عنديش مصدر دخل مستقل، معتمده على المدخرات بتاعتي ومدخرات العيله وعلى مساعدات العيله والاصدقاء. ودي حاجه فعلا تتجهون يعني وتناشدون يعني من يرغب في لا الدعم. احنا مش الحقيقه انه الحمله محتاجه دعم، بتحتاج دعم اساسا، جهد ومعنوي وعاطفي، مش دعم مادي. الدعم المادي احنا كأسرة وكعيلة متكفلين بيه، لكن انه بنناشد كل المجموعات المهتمة بملفات حقوق الإنسان، كل المجموعات المهتمة بالمناخ باعتبار انه قمة المناخ هتعقد قريب في مصر، كل المجموعات اللي مهتمة بمواضيع متقاطعة مع ملف علاء وملف المعتقلين عامة في مصر، ان هم يساعدونا سواء بتغطية إعلامية، بنقل أصوات الناس، بتقديم. وخلي بالك كمان، محتاجة أقول ده ضروري، لأن والدي كان محامي حقوق إنسان، فأنا واحدة من حاجات يعني من نعم ربنا علينا إن احنا كل الدعم القانوني بناخده من تلاميذ بابا وزمايله، وبالتالي هي حاجة تطوعية. طيب، قرأت لك أن ريتشارد راتكليف، وهو زوج البريطانية الإيرانية الأصل نازنين راتكليف التي طبعا سجنت في إيران سنوات طويلة، أفرج عنها مؤخرا، أنه ساعدك بالنصائح يعني وبتوجيه كيف يمكن التعامل مع الآلة السياسية هنا في بريطانيا. هل يعني تعتبرين أنه الحالتين متشابهتين؟ في حاجات متشابهة وحاجات مختلفة. الحاجة الأساسية اللي كانت متشابهة هو أن أنا كنت جاية بلد جديدة عليا، أنا في الآخر علاقتي بإنجلترا كانت وأنا طفلة وأنا صغيرة جدا، لكن جاية لها دلوقتي بحاول أفهم سياق سياسي وسياق قانوني سريع جدا 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 عشان أبتدي أحاول أشتبك معاه. وفي لحظة قاتلة يعني بالزبط. في السياسة البريطانية عشان ألحق في لحظة قاتلة في السياسة البريطانية، وعلى الصعيد الشخصي من ناحية قد إيه الموضوع عاجل عشان أخويا، وبالتالي كنت حاسة بتوهة حبة، ما كنتش فاهمة قوي أبدأ منين. فلما قابلت ريتشارد راتكليف، الحاجة الأساسية اللي كانت مفيدة هو أولا أني بقابل حد عارف إحساس أنه تبقى
أهل معتقل بيحاول يشتبك مع كل الأدوات اللي قدامه دي، فبيوفر عليكي جزء من الاكتشاف، إنك مش بتحاولي تعيدي اختراع العجلة. يعني في حد بيقولك أنا حاولت كذا ونفع وما حاولتش كذا ونفع وهكذا. طب ولكن للوقت فقط منى، يعني أريد أن أسأل، طهران نظام يعني ليس على وفاق مع بالزبط لندن، في اختلاف أساسي. فهناك من يقول إنه لندن يعني لم تمانع في أن تضم ملف نازنين للكثير من الملفات الموجودة أصلا وشائكة مع النظام الإيراني، في حين إنه القاهرة هو يعني نظام حليف للندن. فقد يثور سؤال يعني في الأروقة السياسية الإنجليزية، إنه لماذا نستعدي نظاما حليفا لنا؟ بس هو دي الحاجة، هو الفكرة إن إحنا مش بنطلب منهم يستعدوا النظام الحليف ليهم، إحنا بنطلب منهم إن هم يخلوا قضية علاء مش عشان هو أخويا بس، لكن عشان هي قضية مواطن إنجليزي مصري، وبالتالي بتعمل سابقة حقيقي خطرة لو تركوه أن يموت من الإضراب عن الطعام في السجن، أو لو تركوه يفضل محبوس سنين ظالمة في السجن لأي مواطن بريطاني تاني هيسافر وهيتعامل مع مصر. فإنها تبقى أولوية في موازنة علاقتهم بمصر. كيف هذا التوازن، وهل أي شكل مقبول؟ يعني هناك مثلا منظمات حقوقية Human Rights Watch وغيرها طلبت من صندوق النقد الدولي أنه لا يعطي مساعدات لمصر إلا لو يعني حسنوا أدائهم الحقوقي في الملف الحقوقي عامة. هل عامة نعم، هل أنت تعتبرين أنه مثلا قطع المعونات البريطانية أو تقليصها عن مصر، في حين أنه في الحالتين ما قالته Human Rights Watch أو في هذه الحالة يكون المتضرر هو المواطن العادي؟ أنا معتبرة أنه إحنا مش محتاجين نوصل للنقطة دي، لأنه زي ما إحنا قلنا مصر وبريطانيا حلفاء، وبالتالي المطلوب أنه يبقى واضح جدا من الحكومة البريطانية ان هم ملف علاء مش بس يعني لهم بكلام حاجة مهمة، لكن هو مهم لاستمرار العلاقات بشكل كويس مع مصر، وبالتالي ما نضطرش أصلا ندخل لمراحل فيها استعداء. لكن ده بالنسبة لعلاء، أنا بتكلم بالنسبة لعلاء لأن أنا أخته، وشايفة أنه ده كافي، لأنه في الآخر قضية علاء المفروض تبقى أولوية للحكومة البريطانية عشان هو عنده جنسية بريطانية. طيب، لكن موافقة أنه لازم كل الحكومات تمارس ضغوط على كل الحكومات اللي بتمارس انتهاكات حقوقية على اعتبار انه في مسؤوليه. فهمنا هذه النقطه. طب نريد ان نتحدث عن الحوار الوطني في مصر، هل هي بدايه انفراجه، وايضا صحب بالافراج عن عشرات المعتقلين، يعني ليست هذه بدايه مشجعه؟ طيب، انا الراي اللي هقوله راي شخصي جدا، انا مش شايفاها بدايه مشجعه. انا طبعا شايفه خروج اي سجين سياسي من السجن مكسب وحاجة إنسانية وحقوقية مهمة جدا لنا كلنا، لكن مش شايفة اللي حاصل دلوقتي حل حقيقي لملف المعتقلين السياسيين في مصر، لأني شايفاه لسه بيتعامل بنفس التوجه بتاع التعامل مع القضايا السياسية بشكل فرضاني. يعني لو بصينا على مدار الأسابيع اللي فاتوا هنلاقي اللي خرجوا من السجون ما تعدوش المئات، وده أنا كده مبالغة في الأرقام، في حين أنه في نفس الأسبوع اللي بيخرج فيه 10 و20 و30 بيتجدد حبس مئات في معهد أمناء ترى أمام دوائر الإرهاب. وبالتالي رأيي الحقيقي أنه لو فعلا في نية لتحسين الظروف والفتح حوار وطني حقيقي، لازم يتم بتوجه عام أكتر وشامل أكتر لحل ملفات المعتقلين. يشمل الإخوان؟ يجب أن يشمل حوار الإخوان؟ يشمل كل المعتقلين السياسيين بتصنيفات ليها علاقة بوضعهم القانوني، مش تصنيفات ليها علاقة بتصنيفهم السياسي. لأنه خلي بالك لو ابتديتي تقولي بالتصنيف السياسي، علاء كان متصنف لا بعيدا عن المعتقلين، أنا أتحدث عن الحوار مع الأحزاب والتكتلات السياسية. قال الرئيس ما عدا الإخوان. أنا برأيي أنه ما فيش أي حوار ينفع يتم طول ما عندك كل أعداد المعتقلين دي في السجون، وما فيش أي حوار ينفع يتم طول ما أنت مش بتحلي ملفات المعتقلين بشكل جماعي، بمعنى بتخرجي كل القصر، بتخرجي كل المرضى وكبار السن، بتخرجي كل اللي تجاوزوا الحبس الاحتياطي، مدة الحبس الاحتياطي القانوني. لما تعملي الحاجات دي فتفرغي قضايا بأكملها وتفرغي مجموعات، وقتها نبتدي نتكلم على باقي الناس اللي عليهم إشكالية أو ما عليهمش إشكالية. وأثناء ذلك واحدة من الحاجات اللي لازم تعمل عشان يبقى فيه أي جدوى للحوار الوطني، هو أنه يعمم على كل السجون الالتزام باللائحة وبلائحة السجون وبالقوانين لكل المساجين، إخوان مش إخوان، ينتموا المجموعة أو لا. منى سيف الناشطة السياسية والحقوقية، شكرا جزيلا لوجودك معنا في بلا قيود. شكرا.